قلت لي تسوي شيء ما عندك، لما تقابلين تروح على الموصل تشترين. الواحد يروح ربع ساعة، هي بس الواحد ما عندها سيارة ما شلون يروح ماشي. لا هنا قبل اجي احوش ونروح. جابوا بيت زجاجي، زرعوا لنا خيار، كان احنا نحفر نحوش، واحنا اصدقائنا كلنا نوزع بيناتنا. ايش قد كان طيب والله. هاويك يا شيخ. اخر وحده بالجري احنا ظلينا. الحمد لله رجعنا على بيوتنا هسه، والله كريم. أوتشي بور حالي بس. والله خوش شغلة هيجي، كل شيء سيئة نزرعه فواكه هيجي. اللي شغلنا عهيد على هيجي أشياء مفيد، والله مفيد. اي شيء نحن نريد نجي نحوشه ناخذه ناكله، لا كيميائي ولا شيء. دول ما طيب، لو واحد يروح على السفنه نسوي له دول. والله هوايه طيب.